اكتر مشروع انا حبيته ما جاليش لسه يعني. واعتقد انا هبدا اقلق لو انا في مشروع جالي وحبيته او راضي عنه يعني، لان دايما حاسس ان هو اتس نوت انف، مش كفايه. انا محمد بديع، انا معماري من مواليد الشرقيه. جيت القاهره وانا في على الجامعه، دخلت مودرن اكاديمي هندسه عماره، بس ما كنتش طالب موفق خالص. بعد كده يعني لهذا السبب قررت ان انا اشتغل في ديكور سينما واعلانات، اشتغل في السيت ديزاين. قعدت حوالي 3 سنين في سيت ديزاين، شغالين افلام اعلانات طبعا مع العظيم محمد عطيه، من افضل الناس اللي انا اتعلمت منهم في حياتي يعني. بعد السينما عملت سبت يعني، تعبت شويه من المجال السيت ديزاين في مصر، حسيت ان هو ليه سقف somehow يعني محدد، وانا كان عندي دايما الباشن بتاع ان انا اروح لحاجات جلوبال او اشارك في المنتج الثقافي العالمي مش المنتج الثقافي المحلي. ده دايما الباشن بتاعي في شغلي يعني. فسبت السينما، وبعد كده سبت البلد خالص، فنقلت ستيتس. قعدت حوالي سنه ونص انترنشيبس، عملت ستاديز، رحت كنت بحضر ليكتشرز يعني، ما دخلتش في اي حاجه ليها علاقه باكاديميا في اليو اس، بس دايما كنت بقى عندي الباشن بتاع ان انا اتطفل يعني. انا مثلا وانا في عماره كنت دايما بحضر فنون جميله زمالك، وانا مودرن اكاديمي معادي. برضه في يو اس كنت بروح احضر محاضرات في ساي ارك، من افضل مدارس العماره في العالم. كنت بجيت انفولف مع البيج اركتكتس اللي موجودين في فكنت somehow بانجيج الثقافه المعماريه بتاعتي او الدراسه المعماريه بتاعتي ببرسبكتيف محلي. انا بطبيعه شخصيتي مستكشف somehow يعني، عندي دايما فضوليه عظيمه يعني، فدايما عندي فكره الفضول ان انا اعرف واشوف ثقافات مختلفة و perspectives مختلفة عني تماما، أو beliefs ممكن تكون ضدي أو عكسي. بالعكس بحس إن ده أفضل طريقة لأي إنسان إن هو يأوبن قلبه وعقله لأفكار جديدة، ودي أعتقد أفضل طريقة لأي مصمم أو أي حد بيشتغل في الأرت أند ديزاين، إن هو get exposed للمنتج العالمي مش بس المصري او المحلي. فكان عندي دايما فكرة ان انا ادخل في مجتمعات غريبة، communities غريبة، ثقافات مختلفة تماما، مش بس ثقافات مختلفة ممكن تكون ضدي حتى او beliefs بتاعتها ضدي. ومن هنا بدأت فكرة ان انا open up ل whatever، لان دايما الكريدت اللي انا بجيبه او الكريدت اللي دايما الناس يعني whether الناس بتحب الديزاينز بتاعتي او لا، بس دايما في كريدت ان هو مختلف. دايما بشوف الاختلاف هو كريدت، هو بدايه كريدت، لان دلوقتي بقى في مصطلح اسمه منتج ثقافي عالمي، ما بقاش في حاجه اسمها عماره مصري، ما بقاش في حاجه اسمها عماره امريكاني ايطالياني فرنساوي، خلاص بقى دلوقتي في اخر 15 سنه حصل تيرنينج بوينت في العالم كله. العالم كله بدا يشارك في one global singular culture، اللي هو بقى منتج ثقافي واحد عالمي لا ينتمي الى ثقافه معينه. انا البروجكت بتاعي لو عظيم، البرودكت بتاعي لو عظيم، هيجد اكسبوز للعالم كله. ما بقاش في فكره المصريين هيشوفوها ازاي، بقاش فكره الويسترن هيشوفها ازاي والايسترن هيشوفها ازاي، لا بقى كله بيشارك، بنلبس نفس اللبس، بنركب نفس العربيات، نفس الاكتيفيتيز، نفس اللايف ستايل، خلاص اولموست يعني احنا not the same يعني. في فرق يس ما بين الثقافة الغربي والثقافة الشرقي، بس هي دلوقتي في محور التغيير يعني. احنا دلوقتي في الوقت الحالي احنا في التيرنينج بوينت ده، لان التيرنينج بوينت دي حصلت بس من اخر 15 سنة. لما سافرت اليو اس كان بدأت اشتغل هناك، بدأ يحصل تقييم للحاجات البرودكتس بتاعتي والديزاينز بتاعتي وانا في اليو اس. فوانا في اليو اس حصل زي تقييم للديزاينز بتاعتي وانا هناك، الناس بدأت تشوف الديزاينز بتاعتي وانا هناك. سي مثلا في انترفيوز، فقاعد مع وات ايفر ناس شغاله في الاندستري، في ناس ما كانتش مصدقه ان ده شغلي، في ناس ما كانتش فاكره ان انا او ممكن اترفض من شغلانات بسبب ان انا اوفر كواليفايد. فده خلاني اعمل زي اعاده تقييم للي انا بعمله هنا في مصر، فده كان سبب رجوعي. فرجعت تاني مصر، كملت شغل عادي جدا لاسباب معينه، اخدت قرار تاني وسبت مصر تاني، لان انا حسيت برضو ان هو يس في يعني حصل لي تقييم لشغلي
عرفت انا في انهي كاتيجوري وان انا مش في مرحله عبثيه زي ما انا كنت فاكر، بس حسيت ان في مشكله في مصر ان دايما في خوف من الديزاينز بتاعتي. الناس خايفه، they like it but they don't do it. يعني دايما في كريدت باخده ان هو الناس حابه قوي الحاجات اللي بعملها، بس لا مش في بيتي، مش عندي، مش في المشروع بتاعي. فحسيت ان اليو اس هو بلاتفورم افضل ليا ان انا اشتغل على الـ لان اي ثينك اللي انا بعمل في اليو اس هو كان يوجوال. يعني عملت 3 4 بروجكتس هناك. يس هي ستيل بولد، يعني ليها، يعني زي ما بقول لك مفيش مبقاش في حاجه اسمها الناس هناك برضو دي لايك ات، بس دي كان دو ات. يعني مفيش فكره الخوف منها. قعدت فتره كبيره هناك المره يعني almost حوالي سنتين، ورجعت تاني. حسيت ان انا مور باورفول هنا، حسيت ان هناك عشان اوصل للمستوى اللي انا واصل فيه هنا حسيت ان انا هقعد almost 10 years او حاجه. فحسيت ان انا ممكن استغل الوقت ده هنا، ان انا اوريدي عندي بلاتفورم، اوريدي عندي بابليستي somehow. فقررت ارجع تاني القاهره. لا انا يعني من بعد تخرجي اشتغلت في السيت ديزاين برضه، هو somehow interior. بعد كده اشتغلت في products، كان عندي ورشه نجاره، فتحت ورشه نجاره واشتغلت. انا بحب الكرافتس دايما وانا اشتغل بايدي، فكان عندي ورشه نجاره كنت شغال فيها نجار. وبعد كده I got exposed ان انا اشتغل interior، والانتيرير كان somehow هو يعني في مصر شويه المجال المعماري شويه مش زي الداخلي. المجال المعماري في مصر مش بالقوه الانتيرير، يعني دايما عشان فكره الديفلوبرز وفكره الريل استيت وفكره الكومباوندز خلقت ريبليكاز من تايب، فبدات فكره الريبتيف اكسبيرينسز تحصل، which is دي حاجه في حد ذاتها هي عكس المفهوم المعماري ان هو ان كل كيان لازم يكون مختص او مستقل بذاته عن الكيان اللي غيره. يعني فكره ان في بوتنشال للناس في مصر ان هم يعيشوا في تايبس ريبتيف، دي ظاهره غريبه جدا. We don't really care about the architecture. We don't really care about the value of living an original experience. يعني أنا بحب الانتيرير طبعاً، بس تلا عندي مشكلة التقييد، عندي مشكلة limits أو borders بتاعت الانتيرير. فدايماً بعمل انتيرير أنا مش راضي، فدايماً عايز أكسر حيطان، عايز أشيل، أوسع، عايز أعمل. يعني الانتيرير بتاعي أعتقد اللي بيشوفه بيحس إن معماري اللي عمله مش يعني في لعب بكتل، في تغيير شامل، مش حيطة بقعد أزين فيها، لا. فده بيقول my passion في architecture أو الـ أو الـ أو العمارة بالنسبة لي إيه. فدايما العمارة هي my best ego. يعني my best ego is to build the building. يعني لا أنا رافض إن يكون ليا سكة، أعتقد أغلب الناس فاكرة إن ليا سكة، بس أنا رافض إن يكون ليا سكة. ده مش معناه ان انا ماليش هويه، لا، هو في هويه. مجهودي كله في حياتي على خلق هويه وتطوير هويه، لكن انا ماليش سكه. ماليش سكه means ان انا ام نوت ستايلينج. يعني ما بجيبش الايرا بتاعت المودرنزم وابدا اشتغل منها، لا. انا مش بعيد تشكيل هويه، انا بخلق هويه، بناء اكسبيرينسز جديده ذات وي نيفر هاد بيفور. يعني ده ماي باشن لايف، ده الرساله بتاعتي اللي انا حاسس ان انا بحاول اعملها في حياتي، ان انا بخلق خبره جديده. بخلق العالم دلوقتي بقى زحمه جدا، بقت كل حاجه موجوده، ما بقاش خالص من السهل انك تخلق هويه مش ما تشافتش. اكتر مشروع انا حبيته ما جاليش لسه. Yeah. واعتقد انا هبدا اقلق لو انا في مشروع جالي وحبيته او راضي عنه، يعني لان دايما حاسس ان هو it's not enough، مش كفايه. كلمه تصميم عامه هي كلمه طلعت من ال grew out of industrial revolution، فهي طلعت من بعد الثوره الصناعيه في المانيا، هي جيرمان وورد كلمه ديزاين. فهي كلمه حديثه في اللغه الحديثه، مش كلمه او هي فكره الكريشن او فكره انك تخلق حاجه من العدم. لما هقول انا ديزاينر او انا مصمم، I have to mean it. يعني هي بتعني شيء، اللي هو خلق شيء من العدم، ملوش ماضي، ملوش past. You never seen, it's not existing in the past. يعني فكرة التصميم عامة هي فكرة هي مش لحل مشكلة. By the way, يعني في ناس كتير فاكرة ان انا بصمم بيت انا هحل مشكلة، لا. التصميم دايما هو to enhance human experiences، ان انا اخلي الناس تعيش احسن، لكن هو من غير تصميم عايشين عادي. بحس دايما رسالة اي مصمم او اي فنان ان هو يخلق اسقاط ايجابي على الناس من خلال التصميم او من خلال اللوحة اللي بيعملها او العمارة اللي بيعملها او الفيلم او المزيكا او اي منتج ثقافي هبدأ اشتغل فيه.
كذا مشروع انا عملتهم. كان في مشروع لفولكس فاجن ومشروع لجي ال سي ومشروع لفيوتك. انا ليه قلت لهم مع بعض؟ عشان المشاريع دي خلقت somehow impact معين, unusual impact, يعني ملوش مسمى بس هو ايجابي, في فضوليه اللي هو في 360 experience, which is انا دايما وانا بعمل تصميم I use the software, يعني وده دورنا كمصممين عامة, ان احنا when I design I have to use the technology while I'm designing it. لو انا ما استخدمش تكنولوجي في التصميم بتاعي انا كأني برجع تاني ورا, لا انا محتاج استخدم تصميم عشان اكون معاصر مع ما انا بقدم. ليه بعمل تصميم؟ بقولك عشان بقدم اسقاط معين للكوميونتي او للناس, فهي الناس اوريدي انتو تكنولوجي, فانا محتاج اخاطب بنفس اللغه واكون سابقها كمان. انا حتى ما ينفعش اجيب نفس الليفل اوف ذا اكسبيرينس او الناس عايشاه, لا انا محتاج اكون فوق والناس هي اللي بتفولو. يعني الناس دايما تطوير تطوير الاكسبيرينس او تطوير حياه البني ادمين هي بتبقى بخلال التصميمات, بخلال الشوارع, بخلال العماره, بخلال لان التصميم دايما بيغير الاتيتيود, بيغير بيهيفيرز. تجربة جي ال سي هو كانت لأول مرة يحصل فكرة الاكسبيرينس انيوجوال, ان هو يكون معاك بيس اوف لاند وتبني كيان ملوش وظيفة, وظيفته الوحيدة هي الفيجوال, وظيفته الوحيدة هو الامباكت, ان انت يو ديزاين شيء, انت بتصمم شيء لان انت تقول رسالة. فكان مشروع جي ال سي كان مشروع فيري اكسبيرينشال, معبر جدا, معبر عن شخصيتي, معبر عن التكنولوجي, ومعبر عن الوقت اللي احنا عايشين فيه. اوبجكتس جي ال سي كانت عباره عن اكسبيرمنتال اوبجكتس, يعني هو التصميم التجريبي او انت بتجيب كتل وتقعد تجرب وتشيل وتلعب من غير رول, من غير مدرسه, ودي العماره بتاعه القرن 24 دلوقتي, ان مفيش مدرسه معماريه معينه اشتغل عليها. فولكس فاجن ما اقدرش اقول عليه هو ستايل, لان هو مش ستايل, هو في ناس فاكرها دي كونستراكشن, بس هو مش دي كونستراكشن, هو فولكس فاجن. اتس ان انيوجوال اكسبيرينس, انيوجوال بافيليون, كانت بس خلق كيان في الشارع ان الناس تاكل ذير مايندز. يعني ايه تاثير ده على الهيومنز عامه, ان فكره انك تبدا تشوف حاجه عينك ما بتشوفهاش, دي ظاهره صحيه جدا, لان دايما لما هبدا لما هشوف حاجات انا متعود اشوفها خلاص دي حاجه بتخلق ستريس, بتخلق ملل, بتخلق حاجات كتيره على فاسقاط الفريش ديزاينز او اسقاط الاوريجينال ديزاينز على الناس, ان هي بتبدا تعيش الناس فريش اكسبيرينس, دي سميل ماتش بيتر. يعني فياتيك هي شركه كرانيش وكولمز من الـ يعني هي ايرا كده, الايرا الاغريقي مكمله معايا لغايه دلوقتي. فقرروا يعملوا معايا بروجكت بافيليون. فياتيك كان عباره عن كيان بالبرودكتس بتاعهم, عواميد من العصر الروماني وكرانيش. لما هاجي اوظف ده في القرن 20 لازم اخلق منه فكره بتقول ان احنا عايشين برضه في القرن 20, which is ان انا خلقت فيه اوبجكت احمر. الاوبجكت ده بس بيقول تدخل التكنولوجي على الكيان القديم, فهي دي فكره الباراسايت اركتكتشر, ان فكره ان بتدخل تكنولوجي على حاجه بقالها مئات السنين. فبدا يحصل زي انجيجمنت القديم مع الجديد, فظهر الكيان ده اللي هو لا I'm not I no longer live in the past and I live in the right moment. لا ما عنديش رول موديل, وانا شايف كمان ان unhealthy تمام ان انا يكون عندي رول موديل, ومش شايف ان حد المفروض يكون عنده رول موديل, لان رول موديل معناه ان انا I'm trying to copy someone, I'm trying to get inspired من شخص معين فهبدا اقلده, and this is not an inspiration. يعني ففكره ان الرول موديل هي شايفها فيرس الاوريجيناليتي, او اوريجيناليزم فيرس رول موديل. فلا مش شايف ان حتى النيو جينيريشن او الناس اللي بتشتغل في التصميم عامه ان هم المفروض يكون ليهم رول موديل, لان ده حاجه بتقتل فكره ان هو يكون نفسه. In order to be myself I have to have my own way, my own track. النصيحة الوحيدة اللي أنا ممكن أقدمها للستيودنتس أو الحديث التخرج, التكنولوجي وبينج بريزنت. بينج بريزنت دي ممكن كتاب كبير نفتحه. يعني أنت عندك مشكلة في مصر دايما إسقاط ثقافي موجود قوي جدا, الناس في مصر عايشة they're more following the beliefs والهابتس بتاعتنا. يعني احنا دولة او مصر عامة بلد فيها المحتوى الثقافي قوي جدا, سهل قوي ان 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 الناس كتيرة جدا في المجتمع الفني او التصميم ان هم
يفضلوا متمسكين بالبليفز دي وبالثوتس دي. يعني في مصر بنفقد مصطلح اسمه سيلف ميد. يعني دايما في مصر عندنا لما نيجي ندي كريدت لاي حد بنقول عليه متربي، فدايما مفعول به. في مصر عندنا فكره المفعول به، ما عندناش فكره السيلف ميد، ما عندناش فكره ان حد خلق his or her own thoughts او own beliefs. فدايما نصيحتي لل whoever بيشتغل في الديزاين، make your own thoughts, make your own beliefs. العالم دلوقتي بيأرجو فكرة الانفيجواليزم، فكرة ان انا اكون انفيجوال، عندي كيان او عندي هوية خاصة بيا، او هوية انا مستقل بيها بدون تأثير او اسقاط من رول موديل معين. فاعتقد افضل او the best intro للديزاينرز في الاندستري ان هم يبدأوا يكونوا عايشين حياتهم قوي، عايشين the act themselves. مفيش مدرسة معينة، مفيش beliefs معينة، مفيش thoughts انت stuck بيها. make your own thing، وده افضل طريقة انك تخلق هوية مميزة ملهاش ريبليكا، ملهاش مثيل او حد زيك. Best advice is the software, and you have to design with the technology. You cannot digital age. You cannot turn it on or off. For technology, here the best tool لأي designer.